السلام عليكم، مرحبا بكم. فيديو جديد اليوم. عندنا دجاج في الفرن مع الخضر، تيكون صحي بزاف وسهل التحضير. هنا راه عندي ثلاثه الانواع ديال الجزر. هو تشوفوا اللون ديالو هكذاك بحالي اسود، ولكن هو راه هذا اللون ديالو بنفسجي مغلوق، يعني بنفسجي ماشي اسود. المهم المقادير راه الواحد الخضره، اي خضره عندكم. انا هنا هذه راه البطاطس العاديه، البطاطا الحلوه، القرعه الخضراء. عندي ثلاثه الانواع ديال الجزر، بيبي كاروتس يعني الصفار، عندنا البرتقالي، وعندنا البنفسجي، عندنا دجاجه قطع محيده لها الجلده، عندنا التوابل الملح والابزار، الفلفل الاسود والابزار، وشويه ديال الثومه، وغادي نستعملوا شويه ديال الزعتر والفلفل المدخن وزيت الزيتون. انا الخضر استفتهم جوج ديال الصينيات باش يجي الله طبقه واحده، ما يجيش شي فوق شي. غندير لهم زيت الزيتون وشويه ديال المزيودات تما، واي خضره عندكم ديروها، يعني ماشي تلتزموا بهذا الخضر اللي درت انايا. ودابا غادي ندير التتبيله، يعني انا ندير فوق منهم الملح، نتبل كل شيء فوق واحد باش تستفتهم. غادا نضيف الفلفل الاسود، الثومه غبره، اللي بغا يديرها حي يديرها، انا هادي درت غبره. والخضار اللي عندكم في الدار ممكن تستعملوه، ما تقيدوش بنوع واحد الخضار. هنا عندي الفلفل المدخن ولا السموكت بابريكا، تعطي واحد الطعم زوين ديال هذاك، هذا سموكت سموكي. هذا نحطت شويه ديال المعدنوس عندي مجفف. هاد الوصفه راني دايره فيها الثوم مجفف والمعدنوس مجفف، و ندير فيها الزعتر حتى هو ميبس. تيجي فيها هاد النسمه ديال الاعشاب زوينه بزاف في الدجاج وفي الخضر. يعني بداو تستعملوا شويه الزعتر، الزعتر في الخضر مع الدجاج في الفران تيجي لذيذ بزاف، تعطي واحد المذاق روعه. صافي و غنخلط، يعني تتبيله بسيطه. غادي نخلط صافي لاطه وحده، غادي ندخلها الفران هكذاك الخضره، والثانيه ندير فوق منها هذيك الدجاجه، يعني باش الخضره طيب ماشي طيب بحال اللي محمره. صافي هذا نشعل الفران على 180 حتى 200 درجه، نغطيهم بورق الزبده ثم بورق الالومنيوم، وندخلهم الفران يطيبوا. تيجي هذا الطبق سهل سريع وصحي في نفس الوقت. انا قلت لكم اي خضر عندكم ديروها. وغادي نزيد واحد شويه، راكم شفتوا شحال ديال الماء، شويه قياس معلقه جوج. هذا هو الطبق النهائي، هذا هو الشكل ديالو. تنقدموا معاه واحد لاصوص بحال لاصوص بيشاميل بالفرماج في الجانب ديالو، وبالصحه والراحه.